لم تستطع الأميرة إيمان العبد الله تجاهل كل الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية بخصوص زواجها، فقامت بشيء يتعلق بخاتم زفافها فاجأ الكثيرين وأثار توقعات كبيرة بقرب الإعلان عن خبر هام وكبير. فما القصة؟ يبدو أن الأخبار التي انتشرت مؤخراً بخصوص زواج الأميرة إيمان العبد الله كريمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجها جميل ألكسندر قد وصلت أخيراً إلى أذن الأميرة، فقررت أن تتفاعل مع الأمر بطريقة ذكية ومميزة للغاية. ففي الأسابيع الماضية انتشرت شائعات حول وجود خلافات كبيرة بين الأميرة إيمان وزوجها، مستدلين على ذلك بالعديد من المواقف التي أظهرت وجود حالة من الجفاء والخصام بين الزوجين بحسب مروجي تلك الادعاءات. فمثلا إلى اليوم لم يتم الإعلان عن أن إيمان وجميل ينتظران مولودهما الأول مثل ما جرى مع الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اللذين جرى إعلان أنهما ينتظران مولودهما الأول بعد شهور قليلة من زواجهما، على الرغم من أن زواج رجوة والحسين جاء بعد نحو 3 أشهر من زواج إيمان وجميل. وكذلك تكرر في الآونة الأخيرة على نحو خاص ظهور الأميرة إيمان بشكل منفرد بدون زوجها جميل ألكسندر، وهو أمر أثار القلق، حتى أنه في المرة الوحيدة التي ظهر فيها جميل بجوارها كانت الملكة رانيا العبد الله تتوسطهما، وذلك في الصورة التي نشرتها الملكة قبل أسابيع لهما وعلقت عليها بكلمة الغوالي. تلك الصورة جعلت الكثيرين يرددون أن الأميرة إيمان كانت في حالة خلاف مع زوجها والملكة رانيا تدخلت لحل ذلك الخلاف، وهو ما زاد من صحة الأنباء المنتشرة عن حدوث خلافات بالفعل. وفي يوم ميلاد الأميرة إيمان الذي يوافق يوم 27 من سبتمبر من كل عام، لوحظ عدم وجود أي صور أو تهنئة من زوجها على السوشيال ميديا، وهو ما فسره البعض أيضا بأن الخلافات بين الزوجين احتدمت جدا ووصلت مستوى كبيرا يمكن أن يؤدي لحصول أبغض الحلال وهو الطلاق. بالطبع تناثرت تلك الشائعات ووصلت إلى الأميرة إيمان التي قررت أن ترد بطريقة مميزة، حيث ظهرت في عيد ميلادها الأخير في صورة نشرتها الملكة رانيا وعلقت عليها بعبارات تهنئة، وهنا لفتت الأميرة إيمان الأنظار إليها بأن كانت ترتدي خاتم زفافها على جميل ألكسندر بشكل واضح، بل إن الأميرة حرصت في الصورة على أن تكون يدها واضحة في الصورة ومعها صورة خاتم الزواج الذي ارتدته في زواجها، وهو الأمر الذي أكد بشكل لا لبث فيه أن الأميرة متمسكة بزواجها ولا يوجد ما يعكر صفوهما، وأي خلاف غير صحيح أو على الأقل لا يرقى لأن يكون سببا في انفصال الزوجين. فهل تعتقد أن رسالة الأميرة إيمان وصلت للجمهور أم أن الشائعات ستتواصل؟